وكناخذوا معلقه صغيره ديال زيت الكبريت، معلقه صغيره ديال زيت الريحان، ديال معلقه صغيره ديال الكبريت، معلقه صغيره ديال زيت الريحان، كنديرهم في ثلاثه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، كنخلطوا المكونات في حمام مريم حتى كيتخلطوا مزيان، كنخليهم يبردوا، والكريمه اللي كنحصلوا عليها كندهنوا بها بعد ما كنغسلوها وكنضفوها، كندهنوا بها البلاصه اللي عندنا فيها المشكل الصيبانه بالليل، وكنباتوا بها وكنستعملوها حتى كتحيد الصيبانه.